الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. باسم ساحة اعتصام مدينة الديوانية نستنكر العمل الإرهابي الذي طال نقابة المعلمين فرع الديوانية، ونطالب القوات الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بخصوص هذا الموضوع. وساحة شهداء الديوانية ساحة الساعة بريئة من هذه الأعمال الإجرامية، ومرة أخرى نكرر ونطالب القوات الأمنية البطلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء الذين هم خارج ساحة الاعتصام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.